سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل خمسين حالة قائمة جديدة ثلاثة عشر منها لعمالة وافدة واثنتين وثلاثين حالة لمخالطين لحالات قائمة إضافة إلى خمس حالات قادمة من الخارج في حين لم تسجل أي حالة وفيات خلال اليوم وأعلنت الوزارة تعافي تسعين حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة خمسمائة واثنتين ستين حاله